الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سيدات والساده، اهلا وسهلا بكم في الحلقه الخامسه او المقياس الخامس من مقاييس محبه الله. قلنا مقاييس محبه الله، المقياس اللي بنحب بيه ربنا ان نحب ربنا بالطريقه التي يراها الله ليس كما نراها نحن. في هذا المقياس، مقياس محبة الله، إذ يقول السيد المسيح: الذي يحبني يحفظ وصاياي. فمقياس الخامس هو حفظ الوصية. يقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، في يوحنا 14:15. ومرة تانية يقول: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، والذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، يوحنا 14:23 و24. والقديس يوحنا في رسالته الأولى يقول: أما من حفظ كلمته فحقا في هذا تكملت محبة الله. إذن الذي يقول أني أحب الله ولم يحفظ كلامه يكون كاذب، لأن شرط أساسي اللي يحب ربنا يحفظ كلامه. اللي يحفظ كلامه لازم يكون عارف الكلام وسامع الكلام، وكل علاقة بالكتاب المقدس ليه علاقة بكلام الله. في ناس بتحب ربنا وما بتقراش الكتاب المقدس نهائي. طب ده بيحب ربنا ازاي؟ ويعرف ربنا عاوز منه ايه؟ اللي يحب ربنا يشوف ربنا عاوز ايه؟ ايه الوصية بتاعته؟ كلمة ربنا مش بس تحفظ، ده تتاكل أكل. كلمة ربنا يقول عنها الكتاب في سفر أرميا إنها تتاكل أكل. يقول: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. الإنسان اللي بيحب ربنا مش بس يقرأ الكتاب، ده يأكله ويستطعمه يتذوقه ويبقى صديقه. ازاي واحد يقول انا بحب ربنا وما خلصت الكتاب المقدس مرتين ثلاثة أربعة كله؟ وجد كلامك فأكلته. ومرة داود النبي يقول: أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم وافرة. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنى، أبتهج يعني أفرح. كلمة ربنا فيها الفرح واللذة. ومرة تانية يقول: كلمة ربنا تنور الطريق، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة ربنا تتاكل أكل، كلمة ربنا فرح، كلمة ربنا تنور السك، ولو واحد ماشي في الظلمة يعصر، لكن واحد ماشي على دليل. وأحد الآباء القديسين قال: في كل موضع تذهب إليه يكون لك شاهد من الكتاب المقدس. دي مش بس، الذي يتذوق كلمة ربنا ربنا هيسكن وياه. شوف يقول: إن أحبني أحد يحفظ كلامي. طب لما نحفظ كلامك يا رب إيه اللي يحصل؟ يحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني هيجي الآب والابن وأنا جوايا الروح القدس وهيصنع منزلا.
إذا في حضور لله من خلال كلمة ربنا لما بحفظها يكون في حضور لله في حياتي وفي بيتي. أحد الملحدين الروس لما قدم إليه إنجيل يقراه فبيقول في البداية كنت أقرأ الإنجيل لأفند أخطائه، ولكن لما وصلت عند النهايات حسيت إنه في حد جنبي في الأوضة وبدأت الدموع تنساب من عيني وابتديت أغير حياتي. وهذا الملحد صار مسيحي ثم أسقفا فيما بعد، والبداية كانت كلمة ربنا لما ابتدى يقراها ابتدت تتغير في حياته. كلمة ربنا ده ربنا عاوزنا نتحرك بيها ونمشي بيها. شوفوا في سفر التثنية إصحاح 6 بيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، اربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك. إيه ده؟ لأن كلمة ربنا هي اللي بتحركنا بتمشينا. يقول تكلم بيها، يعني مش بس تحفظ، ده انت تحفظها وتتكلم بيها حين تمشي في السكة، وحين تقعد في بيتك وتحكيها لأولادك، وتحط عليها على باب بيتك وعلى الحيطان. عشان كده مطلوب ان احنا نحفظ كلمة ربنا لو احنا بنحبه، نحفظ كلامه. طب ما احنا لو ما حفظناش كلامه ايه اللي عرفنا هو عايز ايه؟ ما هو يبقى فؤاد واحنا فؤادي. لكن لما يقول وصايا معينة واحنا حافظينها ولو نفذناها يبقى احنا بنحبه. والمقصود هنا الحب انه يدخل الى حيز التنفيذ وليس الحفظ. كلمة ربنا تدخل إلى حيز التنفيذ. في ناس كتر خيرها تقرأ الكتاب المقدس، ولكن تيجي عند التنفيذ تعمل ستوب كأنه ما حفظتش. ليه؟ لأني سمع وما عملش. وربنا يقول الذي يسمع كلامي ويعمل به أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، ولكن اللي سمع كلامي ولم يعمل به أشبهه برجل غير عاقل بنى بيته على الرمل، لما جات الرياح والأمطار هدت البيت. عشان أسمع كلام ربنا وأعمل به لازم الوصية تدخل إلى حيز التنفيذ. طب عشان تدخل إلى حيز التنفيذ أعمل إيه؟ 1، خد الوصية وطبقها على نفسك. خد كلام ربنا كأنه، مش كأنه، ده كلام ربنا جاي ليك. عشان كده يقول كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. 1 يقرأ تاريخ معين ولكن هستفاد إيه؟ لا، أنت هتستفاد، هتاخد الخلاصة من كلام ربنا اللي مشي مع الأنبياء وتنفذه. ده ليك. 1 مش حلو تعمل زيه، 1 مش غلط ونهايته كانت مريرة تعمل عكسه، لأنه ما تبعش الكتاب المقدس، ما تبعش كلمة ربنا، ما حفظش كلام ربنا. كان في ملك من ملوك يهوذا زمان اسمه يوشيا. الملك ده اتربى
عند كاهن، اتعلم عند كاهن اسمه يهويداع. ابوه كان راجل شرير، لكن يوشيا ده كان راجل طيب، وصار ملك هو وعمره صغير. يقول لما سمع كلام الشريعة مزق ثيابه. ليه؟ كانوا بينظفوا بيت ربنا ولقيوا كتاب مقدس، فاداه لواحد اسمه حلقيا الكاهن، قال له اقرا فيه. لما ابتدى يقرا راح قام قطع هدومه، وامر الملك حلقيا واخي قام ابن شفان وعبدون ابن ميخ وشفان الكاتب وعساي عبد الملك، قال لهم اذهبوا اسالوا الرب من اجلي ومن اجل من بقى من اسرائيل ويهوذا عن كلام السفر الذي وجد، لانه عظيم هو غضب الرب الذي انسكب علينا من اجل ان ابائنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا به. قال لهم روحوا شوفوا اسالوا لي ربنا. خاف لما سمع الكلام، خاف لما طبق الكلام، يقول عنه مزق ثيابه، خاف ومزق ثيابه واتضع وارسل ليسال الرب. صدقوني لو الانسان فينا يسمع كلام ربنا حاجه تخوف، حاجه تخوف. مين يسمع ان الاشرار يقوم إلى عذاب أبدي حيث البحيرة المتخذة بالنار والكبريت وما يترعبش؟ حاجة تخوف. يعني إيه واحد يترمي في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت العمر كله وما يقولوش خوف؟ يكون بكاء وصرير أسنان. يقولون للجبال اسقط علينا وللأكام غطينا، مش كلام يخوف يوجع القلب؟ اللي يسمع كلام ربنا ويخاف ويتواضع ويتوب، من السهل جدا ان شفاؤه عظيم او قريب. جه الرد على يد خلد النبية للملك يوشيا، وقال له، قالت له من أجل إنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الله حينئذ سمع كلامه على هذا الموضع وعلى سكانه، وتواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، يقول الرب أنا أيضا قد سمعت، هأنذ أضمك إلى آبائك بسلام، وكل الشر الذي أجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا تراه عينيك. قال له ما دام أنت سمعت واتضعت وخفت، كل الشر اللي أنا هعمله عينك مش هتشوفه. في واحد يسمع كلام ربنا وما يخافش، ما يترعبش؟ صدقوني في انجيل متى، انجيل الويلات اللي صبوا السيد المسيح على الكتب والفريسيين، معظمنا بيعمل الحاجات دي وما بنخاف. لما بيقول ويل لكم ايها الكتب والفريسيين المراؤون لأنكم تشبهون قبور مبيضة من الخارج ومن داخل مليانة نتانة، تعشرون النعنع والشبت والكمون، تهتموا بتدفعوا العشور في الحاجات التافهة وتركتوا الإيمان والحق والمحبة، تحملون الناس أحمال عسرة الحمل وأنتم لا تمسوها بأصابعكم. واحد يصب عليهم الويلات،
ما احنا نخاف ليه؟ يا ما ربنا بيقول كلام كتير واحنا ما بنعملش، المفروض يحصل عندنا خوف. لسه كنت اتفرجت على جزء من اللي حصل في روسيا في سيبيريا، عملوا بير عمقها 12 كيلو، وبعد هذا بيقولوا ظهرت نار وأصوات ناس بتبكي. وحطوا احتمالات إن ممكن دي تكون نار جهنم، حاجة صعبة. لكن من الذي ينجو من نار جهنم؟ الذي ينجو من نار جهنم الناس اللي تحفظ كلام ربنا وتنفذه. أهل نينوى كانوا ضايعين، لكن لما سمعوا منادات يونان، يقول الكتاب لما سمعوا أن المدينة تنقلب بعد 40 يوم، آمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. الموضوع مش سهل. وكانت النتيجة إن ربنا لما رأى أعمالهم إنهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم على الشر الذي كان تكلم أن يصنعوا بهم فلم يصنعوا. في واحد يسمع الكلمة ويخاف. أهل نينوى دي كلهم كانوا أبطال. كما كان شرهم عظيم وصل إلى عنان السماء، أيضا توبتهم كانت عظيمة ووصلت إلى عنان السماء، واتضاعهم كان عظيم. ليه؟ لما سمعوا ما أخروش الندى. القديس الأنبا أنطونيوس لما سمع قول الكتاب إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل مالك وتعال اتبعني فيكون لك كنز في السماء، اعتبر إن الكلمات دي موجهة ليه، ومضى باع كل اللي معاه ومشي. في المقابل الشاب الغني اللي سمع الكلمات من المسيح نفسه مضى حزينا لأني ما حفظهاش، ما حفظش القول. عشان كده بيقول الكتاب عن الذين يسمعون الوصية ولا يحفظونها، يقول مبصرين ولا يبصرون، سامعين ولا يسمعون ولا يفهمون. واحد بيسمع كتير وما بينفذش، سامعين ولا يسمعون ولا يفهمون، بينما يطوب الذين يحفظون الوصية. يقول طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. عشان تدخل الوصية في حيز التنفيذ، صدق وعود ربنا. ربنا مدي وصية ومدي وياها وعود. مثلا قل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي، دي وصية. طب الوعد، يثبت في وأنا فيه وأقيمه في اليوم الأخير. طب في ناس ما بتسمعش الكلام ده وما بتتناولش خالص. وصية تعطي، الوعد تعطى. مطلوب مننا يا أحبائي إن احنا نسمع كلام ربنا وندخله في حيز التنفيذ.
يقول إن قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك هناك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك. في ناس مش عاوزة تصطلح، مش عاوزة تسامح، مش عاوزة تحب، وللأسف الشديد بيسمعوا الكلام، ولكن الكلام ده ايه فايدة ان انت سمعت وما نفذتش؟ كأنك ما سمعتش. سامعين ولا يسمعون، مبصرين ولا يبصرون. عشان كده السيد المسيح قال للكتب الفريسيين: انتم عميان، قادة عميان، انتم عميان وبتقودوا ناس عمياء، لانكم مبصرين ولا تبصرون. صدقوني ان العمل يعد عند الله، يعد عند الله افضل من الانسان يمارس عبادات جافة من صوم وصلاة. لسه كان معايا احد الخدام النهاردة، قلت الخادم ينبغي ان يكون مريح للناس حتى لو كان هو يتعب. ايه فايدة ان احنا بنصوم وبنصلي ونخدم وبنعمل حاجات كتير وتعبين الناس؟ فين وصية احملوا بعضكم اثقال بعض؟ وفين وصية شجعوا صغار النفوس؟ ما لازم الوصية دي تدخل في حيز التنفيذ. ربنا بيقول الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة، سفر الجامعة لما بيقول أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا للذين يسيئون إليكم وطردونكم. الوصية دي بتدخل في حيز التنفيذ؟ احنا بالفعل بنحب أعداءنا؟ ما احنا لو بنقول بنحب ربنا لازم ننفذ وصاياه. من منا هو وبيصلي يصلي من أجل المسيئين إليه والناس اللي ظلمته ويبارك لاعنيه؟ إن أردت أن تكمل محبة الله عليك إنك أنت تصلي من أجل أعدائك والناس اللي أساءت إليك والناس اللي أتعبتك، تصلي لهم. يقول كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية. يعني إيه تكره؟ يعني وصية ربنا مش داخلة في حيز التنفيذ؟ يعني أنت مش مخلي بالك من أبديتك؟ بيقول اسهروا وصلوا لأن إبليس عدوكم يزأر ملتمسا من يبتلعه. لازم الإنسان يكون يقظ. لا تدينوا لكي لا تدانوا، وهو اللي بيدين يدان، وبالكيل الذي تكيل به يكلك ويزاد. صدقوني لو الوصايا كل الوصايا اللي سمعناها دخلت في حيز التنفيذ لكنا نصبح من القديسين ونحب ربنا بالحقيقة. محبة ربنا علشان تكمل فينا لازم الوصايا تدخل إلى حيز التنفيذ. يقول الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، في يوحنا 14:21. اللي عنده وصاياي ويحفظها يعني ينفذها هو الذي يحبني. وهنا أرجع بالسؤال إلى نفسه، إلى حضراتكم: هل حقا نحن نحب الله؟ الذي يحبني يحفظ وصاياي. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، أمين.